السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بقياتي تكونوا كامل بخير. إن شاء الله الفيديو تاعي تلقاكم مهنيين. اليوم راني في درقانة، راني هنا بالعاني صورت لكم من محطة الترامواي، آخر محطة، راني في آخر محطة تاع الترامواي. قلت لكم خياتي حطكم في وسط المارشي ما حيش تتبحروا. كانوا بزاف تساؤلات على كي وين يحبطوا. قلت لكم خياتي اخر ما حطه حيحطكم في قلب المارشي، كيما راكو تشوفوا غير يحطكم تخرجوا راكو في المارشي باذن الله. انا خويا خياتي درت الجوله، بصح اليوم الفيديو تاع اليوم ما حطيت لكمش الجوله اللي درتها كامل في الطوابل. في الجوله كامل بقيت عند واحد مول الطابله تلمو خياتي عندي بزاف، ما شريتش يعني سنين وسنين، ما شريتش ما ماكياج، ما شريتش مواد تجميل. صافي بقيت عند مول الطابله هذا وانا نشوف، عجبوني ما شاء الله الاسعار هايلين، وكاين بزاف بزاف حاجات حين يعجبوكم كيما تاع النيتواياج دو بو، كيما تاع لي ماسك، كاين مكياج بزاف روعة بإذن الله. صافي خصصت هذا الفيديو اليوم للطابلة هذه فقط باسكو خديت وقت كبير وانا نصور عنده، تلمو عجبوني. هنا خياتي سورتو لي راهم يجهزوا باش يشرو المواد التجميل ولا الحفافات ولا اي وحده حابه تشري عندها بزاف، كي حالتي ما شراتش باذن الله ماهوش عيب ولا انك تزيني لروحك ماشي للناس، ولا في دارك ولا تكوني قاعده وانتي في دارك تحبي تتهلاي في روحك باذن الله. ما درتش المونتاج للفيديو، نخلي لكم الهضره على المباشر وان شاء الله تعجبكم ونتلاقاو في اخر الفيديو مع بعض. خليكم ونقول لكم فرجه ممتعه. شحال هكا؟ هذيك دارت 100000. يا مرأة 10000، يا مرأة كل حاجة 10000. وهذه هنا؟ 100. كاين هذه 80000، كاين هذه فيها أصلا هادي رجع 80000 هاديك بالضو 80، 43000. وشنو هادي؟ شحال؟ 90000. كاين هادي المالية 160000. هادو لي فيتامين، هادوك لي كابسول شحال هكا كل وحده وسومتها؟ 75000 وكل وحده دات 17000. كاين السيروم تاع الويتشاد 75 كومبلي و بالوحده 15، بالوحده 15 10000. داك برايمر هذا شحال؟ برايمر 50. كامل ميم بري ولا كامل؟ هادو شغل تاع قوماج ولا وش؟ لي ماسك تاع الود. داك ايوا هنا تاع الخيار، شنو الخيار 10000. هادو كامل دي ماسك. هنا ستين ألف كومبلي. شحال هذا الكريشي؟ لو ماسك هذا تاع الطين هذا؟ هذه 15 وصغيرة 10. 15 وصغيرة 10000. ما ورد؟ ما ورد هذا الدربان 10000. 25 10000. 15000 قلبتي غنقرا هذيك اللي فيها لي سيرفيس. اما هي هذو كانوا فيها بزاف، كانوا فيها بزاف لي ليكو. ريسيفو كاين
هاوليك او جومبا تاع 2028 خلاص التبريمه سلعه كاع شابه ما شاء الله. لا لا ما يتقشر هو الطروب هذاك في النهار ما يعرف لا كاين لي بالات هادو كاينين هادو ما لا لا لي بالات هادو هنا لي تحت هذا شحال دار 100000 هادو نعم هذا شحال دار 30000 هذا هذا لي نقطه هذا ايه ما هذاك ني مدار يعني هذا ثاني غيسي هما كامل يعني غادي نشوف هذا لا لا اللي قدامه كاين ثاني كما عندها هذا رشقه سؤال اخر مالي هكا شحال اعطيني هذا 40 الماما يطيحش هذا هذا نزيد نشوف الفانسوس كي شوف خسرانة كاين ثاني فراجو هذا شحال هذا؟ فراجو هذا هكا ليكيد جاي ليكيد هذا غالب فجأة عطيني هذا جاي كما راكم تشوفوا خياتي الطابلة تحفة فيها ما شاء الله تقول كنت داخل حانوت ماشي طابلة في مارشي برا حسيت علاش خصصت الفيديو هذا وخليته حبيت نخليه وحده درت الجولة كما قلت لكم غدوة ان شاء الله نحطها لكم مر الفيديو هذه درت الجولة وحبيت هنا قلت لكم هنا اللي بقيت حسيت روحي ما ناش نتهلاو في روحتينا شغل ديناها غير في الحوايج ولا في المعن ونسينا هملنا انفسنا بزاف هنا قلت لكم كي جيت وقفت شفت هكا ما شاء الله لي كريم تاع الوجه لي فيتامين للوجه ولا للبشره كاين بزاف مكياج ولا مواد التجميل عجبوني نخليكم تكملوا لا فيديو 260 دار تنزمر شغل استوار ها قاتل لها هذه هذه خلاص هذا تستيو سي بي هذا لا تستنى هذيك تدخل جديده فيل سادي ربي روس لا لا وهذا شحال بيمين هادو كاع ماشي تكتكا هادي فازلين شحال هذا فازلين ما انا فازلين شحال فازلين هادي 10000 فازلين بالكاكاو ايه هادو تاني يا بير كاكاو ميرجيك بير كاكاو كاين فيهم عليك فهمت لا حسنات تاع القهوه خلاص شحال داروا هاد الكومون
60 ألف. كانت هذه اللي جاني دوان غاسول هاك بهذا هو جل نتوايون شحال ده؟ ده 60 ألف هذا هو 60 ألف هذا يا ده 50 ألف 50 ألف تاك درت 120 ألف عشر ثانية تبيض على الفور خلطة سحرية الملكية شحال قلت لي؟ 120 هذا تاعي بوانوار شحال دار منا هذا؟ 25 70 واللي بخيت تاوعك ملاح ولا؟ سوما قط لا براون هذا 50 هذا البري تاعها لداخل لا لا 320 320 والله دا تمشي بلي بيل ولا واش باش شارجا واش داك شارجا حاجه شاب شغل ديال لافابور تاع لا تجبد هادو ما كامل لي بياس اللي فيها شغل فانتوز هادي راه في ما واش طاح 320 إيوا أخياتي حبيت نشارك معكم هاد لا فيديو لحقنا لنهاية الفيديو حبيت نبارطاجيها معكم نقول لك سيدتي نتهلاو شويه في روحنا ماشي كلش معن ماشي كلش حوايج شويه شويه كما يقول لك شويه للرويحه فوالا هذه هي لا فيديو تاع اليوم نتمنى تكون نالت اعجابكم كما قلت لكم الطابله جايه في درقانه شتي كيما حبيت في اخر محطه وصورت الباطبات ودرت فيها لا فلاش تما جايه الطابله ماشي في الرصيف تاع وين يجوز تراموي في الرصيف اللي مقابلو حتى تلقاو الطابله راهي كبيره صورت لكم هذه الصوره باش تشوفوا مليح وتشفوا على الطابله وتهلاو في روحتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في أمان الله.